طبعا هذا الاجتماع أو هذا الملتقى يعني مبادرة من المجلس الاجتماعي بلدية حيل أندلس، مبادرة بإذن الله راح تكون يعني دعوة منه لجميع المجالس الاجتماعية على مستوى البلديات ليبيا من الشرق للجنوب للغرب. طبعا الفحوى هذا الاجتماع اولا تعريف بالمجلس الاجتماعي بلديه حي الاندلس بحكم يعتبر حديث الولاده، ولكن يعني قدم الكثير داخل بلديه حي الاندلس، والان يسعى ان يكون له يعني طرف في 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 الوضع الراهن داخل البلاد. طبعا احنا الحمد لله راح يكون يعني النقاط الابرز اللي هو الوضع الراهن اللي يمر اللي تمر به بلادنا ليبيا الحبيبه. بنحاول كيف نكون بالفعل ليبيا واحده موحده، ليبيا للجميع، ليبيا لا تعالج بالعصبيه او بالقبليه او باي توجهات سياسيه. ليبيا راح تكون يعني كل المجالس الاجتماعية اليوم اتفاقنا على بإذن الله راح نكونوا يعني في صف واحد مع الجميع في 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 يعني في ما يعني بنكونوا للجميع محايدين، نحاولوا كيف بالفعل ان نجنبوا ليبيا من الحروب، من المشاكل، من يعني كفانا حروب، يعني كفانا دماء. ليبيا فيها خيرات، ليبيا باهلها وناسها وشبابها ومجالسها الاجتماعيه او يعني اعيانها او حكماها راح تكون باذن الله راح تكون يعني نقولوا الافضل، وهذا ما نسعى اليه كمجلس اجتماعي بلديه حيل أندلس الصنعاء.